السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مع بداية جديدة لحلقة هذا اليوم من برنامج الميدان في ثامن عام. كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك، واليوم نبدأ معكم من معلم مختلف. هنا جامع بور الأثري والتاريخي في مدينة بور. جامع بور يعد أقدم مسجد في حضرموت ساحلا واديا، وقيل أنه من أقدم مساجد في اليمن والوطن العربي. بني قبل أكثر من 1100 سنة في نفس مكانه الموجود عليه الآن، إلا أن البناية الموجودة الآن والتي ترى الآن في الخلف هي توسعة فوق المسجد القديم الذي ما يزال هنا بالأسفل محتفظا بنفس البناء التقليدي والأثري والنمط. بناه السيد علوي ابن أحمد بن عيسى المهاجر هنا في مدينة بور التاريخية والأثرية، ما يزال هنا بنفس طرازه المعماري محافظا عليه. وهنا تمت التوسعات المتجددة لهذا المسجد، وهذه مئذنته الشهيرة هنا، إلا أنه يحتاج إلى ترميمات خارجية والحفاظ عليه. أهلا بكم مع حلقة جديدة، وهذا المعلم الأثري الذي نأمل أن يبقى كذلك محافظا على طرازه وعلى نمط بنائه بالداخل وكذلك واجهاته في الخارج. حلقة جديدة مليئة بالإثارة والمتعة والفائدة والأسئلة، نرجو معكم أن تقضوا معنا أسعد الأوقات في كل فقرة. الميدان ثمانية برعاية الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة، شركة بتروماكس الدولية للتجارة المحدودة، خدمة حاسب من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مجموعة محمد بن شلوة التجارية. قال تعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. في من ضرب الله هذا المثل وهذا التشبيه؟ سؤال إذا أجبت لم تحصل لك جائزة. قال الله تعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا مثل ضربه الله في من، وتشبيه شبه الله فيه من؟ موسى. كيف موسى؟ يوم شق البحر. قال الله تعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. من بيقولي الله ضرب هذا المثل في من؟ في من؟ هذا اللي يجاوب يحصل 60,000 ريال. من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ اللي حاسب نفسه يعمل حسناته كلها هباء منثورة. لا كباسطش؟ كباسط كفيه إلى الماء، وهذا مثل عظيم وتشبيه بليغ. قال الله تعالى: كباسط كفيه إلى الماء. تخيل واحد يعمل هكذا ليشرب وما هو ببالغه. في من ضرب الله هذا المثل؟ كيف حالك؟ الحمد لله. سؤال يقول: قال الله سبحانه وتعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. في من ضرب الله هذا المثل؟ هذا أنا أقول ما بقوم لوت. كيف قوم؟ هذا كان أم لوط. أيوة. بأيامهم كانوا يفعلون اللواط. صحيح. لكن ما دخلهم في هذا؟ إيش دخلهم؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. في الكفار اللي أي واحد بيقول كفار، وين من 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 هذه الفئة؟ من هذا؟ والله ما عندي معلومة. هذا سهل. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. من هذا الذي شبهه الله كالذي يبسط كفيه إلى الماء ليشرب ولا يمكن أن يشرب من الماء؟ هذا بعيد منه الماء. هذه ما المشركين. شو المشركين؟ كفار. من في الكفار؟ كيف كفار؟ حد عارف؟ تموج. ها؟ قام تموج. لا
هنا ما شاء الله أمام هذا المسجد هنا منطقة القارة، إحدى مناطق الغيل طبعاً. وقبل الغيل كيف أحوالكم؟ طيبين؟ رمضانكم كريم؟ طيب معي سؤال بس تقاربوا شويكة. قال الله تعالى ما زلنا نبحث في وفي إطار الأمثال في القرآن الكريم، قال الله تعالى كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا مثل الله ضربه في من؟ منهم؟ الذين يدعون يدعون من دون الله. أيوة إيش الآية قالت تحت؟ لا نعم. إيش قال؟ أولها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له دعوة الحق سبحانه وتعالى. أيوة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حافظها صوت إيش هذه؟ صوت الرعد. الرعد حافظها؟ كده. وهذا هو المثل الذي بحثنا عنه. قال الله تعالى كباسط كفيه إلى الماء، يعني هذا معنى عظيم وهذا مثل ضربه الله وتشبيه. قال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي تخيل أن شخص يبسط يده عشان يشرب من ماء ولا يصل له هذا الماء. هذا المثل ضربه الله في من؟ قال والذين يدعون من دون الله. والذين يدعون من دونه. من دونه. لا يستجيبونهم بشيء، أي على من؟ عباد الأصنام. عباد الأصنام ذكر الله بداية هذه السورة في سورة الرعد، وهم المشركين ومن يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام، يستنجدون بالأصنام ويطلبون من الأصنام ما لا يمكن أن تحققه لهم. وبالتالي سؤال صحيح هنا، وهذه سورة الرعد واحد أعظم الأمثال والتشابيه في القرآن الكريم لمن يعبد غير الله ويستنجد بغير الله سبحانه وتعالى. فمثله كمثل من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في ضلال. جواب صحيح من الأستاذ من؟ أمين سالم. أمين. أمين سالم. سالم عبد الله بدبا. أمين سالم عبد الله بدبا. من وين؟ بدبا من الصداع. منطقة الصداع. منطقة الصداع. مش من القارة. لا. من الصداع وأمام هنا مسجد علي سليمان المخازمي هنا في منطقة القارة. 60,000 ريال من راعي برنامج الميدان لهذا العام هنا، وهذه الفقرة بترومكس. ألف مبروك عليك تستاهل. أقول حي يستاهل. وباقي لك أيضا هذه الهدية هنا من بترو ماكس. مبروك عليك تستاهل. في امان الله ورمضان. جزاكم الله خير.